مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذا النقل الحي والمباشر من مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث. طبعا مشاهدينا مثل ما عودناكم يوميا ننقل لكم الأجواء في مهرجان قصر الحصن في البيئات الأربع اللي هي البرية والبحرية والجزر والواحات. اليوم مشاهدينا الكرام هو آخر يوم، لكن نحن والله ما ودنا أن يكون آخر يوم، ندعوكم في بداية حلقتنا. ما زال المهرجان مستمر ولغاية الساعة 11 بالليل. ندعوكم لزيارة المهرجان في يومه الأخير، مهرجان قصر الحصن الذي يقام بتوجيهات سامية من سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. بأمانة جهود جبارة يبذلونها اللجنة المنظمة لمهرجان قصر الحصن في الموسم الثالث. مثل ما شفتوا نحن قد استضافنا مؤرخين وكتاب وأيضا شعراء وفنانين وكل من هو متواجد هنا، نحاول ننقل لكم هاي الفرحة، الفرحة اللي تقمر أراضينا الغالية أبو ظبي بالتحديد إمارتنا الحبيبة في مهرجان قصر الحصن اللي موقعه في الخالدية بجانب المجمع الثقافي. فرحة قصر الحصن نحاول نجسدها لكم عبر قناتكم بينونة في نقل حي ومباشر يوميا من بداية المهرجان وحتى آخر يوم اللي هو اليوم الأخير تاريخ 21. طبعا مشاهدينا بتشوفون لقطات مع مخرجنا، مثل ما تشوفون هذه التجمعات الكبيرة في مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث، وفي أبيات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقول حصن كم قد نزل به من عظيم وعقيد، منه كانت بداية عزنا في كل حال، شامخ للثريا صلب راسه عنيد، تحسده في شموخه شامخات اللي باله. صح الله لسان صاحب السمو الشيخ محمد على هذه الأبيات اللي تجسد مدى هذا الترابط بين إمارات الدولة أبو ظبي ودبي والشارجة وعجمان ورأس الخيمة وأم القوين والفجيرة. اليوم صارت كتلة واحدة، إمارات واحدة، ولله الحمد بفضل نظرة حكومتنا الرشيدة لهذا الاتحاد. طبعا في كلمة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشعب كله يرددها ولله الحمد، البيت متوحد. ونعم البيت متوحد في ظل رب العالمين وظل حكومتنا الرشيدة ونظرتهم البعيدة دائما. وإن شاء الله أن نحن مشاهدينا بننقل لكم اليوم الأخير وأجواء اليوم الأخير وفرحة اليوم الأخير في مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث. أيضا مشاهدينا زميلنا عيسى اليوم متواجد واليوم أصر أن ينقل أيضا كل البيئات، بما أن آخر يوم بيتواجد إن شاء الله في كل البيئات المتواجدة في مهرجان قصر الحصن. نمسي على عيسى بالخير، مساك الله بالخير يا عيسى.
شكرا لك زميلي عبد الله الكربي، وفعلا نحن متواجدين في مهرجان قصر الحصن، حيث ان هذا اليوم الاخير والختامي للاسف. نحن نقول حق المشاهدين اللي ما يو هذا المكان راحت عليكم فعلا، لان الارض التراثي او الارض ارض التراث موجوده فعلا في هذه البقعه اللي كنا نقدر نستفيد منها في امور كثيره. ما بقى الا هذا اليوم، بامانه نحن جدا يعني محظوظين في تغطية هذا المهرجان، وفعلا الموضوع حسافة ان هذا اليوم اخر يوم في المهرجان. عندي هني بعد ما شاء الله اولاد طيبين متعرف عليهم. شو اسمك؟ خميس عبيد ظهري. ما اسمك؟ خميس عبيد ظهري. خميس، واسمك انت؟ سيد عبيد خميس الظهري. الله والنعم. وانت؟ خليفة عتيج رميذي. والله والنعم يا خليفة، ما شاء الله شوفك لابس محزم وحاطين العقال كلكم وكاشخين سامتين وجايين هني. خبرونا شو استفدتم من المهرجان؟ شو استفدت من المهرجان؟ احنا شفنا الاشياء اللي اجدادنا كانوا يسوونها من قبل. روحت قصر الحصن ولا ما روحت داخل؟ روحت. شو شفت داخل؟ شفت يعني اشياء عن التراث. وانت؟ انا تعلمت عن اول ما بنوا برج المراقبة عشان يحافظون على المياه العذبة، وعلمونا عن الأشياء اللي شو كانت، وعام كم بنت، وكل غرفة فيها رقم قياسي اللي شو؟ خلاص؟ زين، يعطيك العافية، يعطيكم العافية شباب. هني بعد عندي ما شاء الله شباب طيبين. شو اسمك انت؟ محمد سالم. والله والنعم يا محمد. وانت؟ حمران سالم. ما اسمعك؟ حمران. عمران سالم. عمران سالم ونعم. وانت شو اسمك؟ ما يعرف اسمه. شو اسمك؟ منصور. وين اسنانك؟ اشو اسنانك؟ اشو اسنانك؟ كلم الفار ولا موجودات؟ وانت شو اسمك؟ سعيد سالم. ها سعيد؟ والله والنعم يا سعيد، مرحبا بكم هني في مهرجان القصر، مهرجان قصر الحصن. شو رايكم في المهرجان؟ كل شيء حلو. حلو؟ مستانسين؟ ايوه. يلا الله يحفظكم ان شاء الله. فعلا هذه الاجواء الطيبه متواجده هني في مهرجان قصر الحصن، ونحن في يومنا الاخير هذا راح نحاول ان نلقي كل راح تلقي كاميرا بينونه على كل الاماكن المتواجده في مهرجان مهرجان قصر الحصن. فعلا نحن متحسفين بما ان هذا اخر يوم، وانا شوي زعلان صراحه لان اخر يوم بودع حال الزوار الطيبين بامانه، والامور الطيبه اللي حاصله هني في قصر الحصن. لك الكلمه زميلي عبد الله الكربي، أعود فيها لك. متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذا النقل الحي والمباشر
وندعوكم لليوم الأخير، نقولكم حياكم الله، واللي حولنا يقرب على ما قالوا في مهرجان قصر الحصن، مهرجان يدعو لكل مواطن إماراتي في الإمارات بالفخر. أسسه الشيخ ذياب بن عيسى وساروا عليه شيوخنا الله يطول عمارهم، واللي مات الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين، وأكيد المسيرة ما زالت مستمرة في ظل خليفة وإخوانه الله يطول عمارهم إن شاء الله. مشاهدينا، مثل ما عودناكم دائما وجود الناس المهتمين في التراث، في كل ما يخص التراث، في البيئة البحرية والبرية والجزر والواحات، متواجدين عندنا في استديو حصن الوطن، واليوم معانا عتيجة المحيربي. نمسي عليك بالخير ويا مرحبا. المحيربي انا هداك المحيربي. المحيربي عتيجة المحيربي. اتحرك بالمهيري. لا لا المحيربي. يا مرحبا الساعة. الله يرحبك ويطول عمارك وعمار شيوخنا ان شاء الله، يبارك لنا فيه ويا رب العالمين. اللهم امين. الله يسلمك. اليوم متواجدين وانتم من الناس ايضا المهتمين في هذا التراث، تراث الاباء والاجداد، واليوم انتم متواجدين في اتحاد النسائي العام. اتحاد النسائي. نعم. شو شغلتكم هنا او شو مشاركتكم في مهرجان قصر الحصن؟ الله يطول عمرك. مشاركتنا نحن عندنا بيت العروس وزهبة العروس. نعم. التراثية اللي تتكون من الثياب الميزعة، من الكنادير، من زهبة حق الرجال وحق النساء. نعم. والعروس الأول في تراثنا الأولي. الحين أشياءها الأولية غير عن الحين، ولدي عروس الأول غير عن الحين. نعم. فإحنا تشوفها ثيابنا، هذا ثيابنا الحين نعرضها، هاي يسمونها بونسيعة، بريسم بونسيعة. نعم. عليها التلي، هذا التلي شوفها، هذا التلي، هاي يسمونها بونسيعة. نعم. بريسم لا طلسي. أما هذا الثوب يسمونه بو قفص. بعد هذا أرواحنا نحن نخيطها، هذا بروحي أنا أسويه، هذا اتحاد النسائي العام، أرواحنا نخيط وأرواحنا نتلي. هذا الثياب كم يوم يكملن؟ الخدمه هذا اللي تسويه وحده من الخوات تسوي الضرب، وانا اسوي الميزع. هذا كمل يقول 10 ايام، الحين سويناه من 10 ايام الحين كمل. نعم. هنا ما التضريب باليدين ترى، ما نضرب غير بيدينا. نعم. والكجوجه الله يطول عمرك هذه تراها نخدم عليها، خدم عليها التلي هذا. نعم. والتراث اللي عندنا هناك الله يطول عمرك اللي في اتحاد النسائي، من سدو، من الخوص، من الخدمة الكرم الله وياك اللي بدأ يحطون الحرايم الأول إلى السراويل الكرم الله وياك ويوكم، ومن البراجع يسوون بعد براجع، نقرض براجع بعد، كل شيء معروض مال التراث. كيف تشوفين إقبال البنات الجيل الجديد على هذا الموروث؟ لا ما شاء الله عليهم، احنا نعلمهن البنات، وبعد وينا نقول ما تينا غير لابساتنا، نعلمهن ويصيروا يسوي يفصلن وينا لابساتنا، هذا تراثنا احنا ما نتنازل عنه ولنا غنى عنه. نعم. الاتحاد النسائي كل سنه مشارك في هذا المهرجان. نعم. الاتحاد النسائي ورئيسه الشيخه فاطمه الله يطول عمرها. نعم الله يطول عمرها ان شاء الله. انت كل سنه مشاركه؟ نعم نعم. هاي ثالث سنه؟ نعم. زين. نعم. شو تقدمون غير الثياب والتلي في الفريج القديم عندكم هني؟ هني نقدم كل شيء مره. اللي يبونه من عندنا احنا مستعدين، من ثياب حتى نسوي بعد الخوص، اذا يبغى نخوص، اذا يبغى نسوي كرم الله الكبدان، كل شيء موجود عندنا. نعم. ونقدمون بعد الهوائل والقهوه ونسوي ارواحنا ونقدم حق بعد اللي يجون الضيوف. كم شخص من الاتحاد النسائي مشارك؟ يمكن حريم، نحن حريم 20 حرم. من كل الحريم الحين اللي هني موجودات 12 حرمه. واربع ثمان هني 12 وهناك بعد حريمنا اربع. بعد موزعات. خالتي نبغيك تخبرينا عن حياة الأول قبل العالم ببساطة. نعم. حياتهم. نعم. بسيطة جدا. نعم نعم نعم. كيف خبرينا عن نمط حياتهم قبل؟ والله يا ولدي الأول بسيطة، لكن قلوبه اجتماعي، كل شيء عنده، واليران الأول متعاونين على كل شيء، وبسيطة ما عنده شيء عادل. هناك يوم يتعرس الأول العروس شو يسوون له؟ لبسونه يجون العروس ويحطونها في من تنخطب العروس، لا عندها ولد عم يحير عليها، وخذها الرياء يطال الحرم اللي فيها خير وراعي بيت وراعي سنع، وسووا له شيء عادي بسيط، يوم واحد العرس، نهار الخميس ليت الجمعه، سوى الاول الحريم يطبخن والريايل الجماعه اليران ويتعاونون، حد تخيط الثياب، حد تخيط سوي براجع، حد تخيط، متعاونين على كل شيء، متعاونين الجراء ما بشكل الحين كل حد بعيد، لا يا ابوي الاول واجد اجتماعيا العرب،
الحريم هذا الحرم العود اللي اكبر من الحريم، هي تفهم البنات الاول يوم يشترون الثياب ما يعرف الحريم. نعم. ما يصير ما يظهر غير الحرم الكبيره يصير تجيب لها الثياب. تقول لبنت يا عسبي يا راتها تعالي براتي انا جبت لك الثياب، تخير اللي تبنه وتخير حق العروس. أم المعرس تجيب الأوليات أم العرس، شيء بسيط ولادي اللي هو من الثوب. هذه صورة العروس هنا اللي تطلع على الشاشة. شو زهبة العروس قبل؟ زهبة العروس هذه ثياب بوطيرة. نعم. وثياب يسمونها البريسم، بوطيرة البريسم، ويسمونها بعد القاز، ويسمونها دح الماية، ويسمونها بعد قطع، بعد يسمونها حلوة الصاخنة. هذا اللي بالسنة الأولين نحن قبل العالم يدورون الستر. نعم. وحتى المهر ما هي مثل المهر الحين. لا لا لا. شو كان مهر الحرمة؟ الأول أبوي الحرمة مهرها شيء بسيط 200 ربية، ولا بعد نخل بعد عند الرجال قال هذا الثمان الحرمة اللي هي الرجال المقتدر اللي ماخذ الحرمة ياخذها بل سموها الألفية أنها جابت خير حق أبوها، ولا شيء بسيط الأول ياخذوا لها علطة الحرمة وياخذوا لها طابله وشغاب الشوك خلاص الحمد لله. بعد شويه شويه بعد العرب بعد ياها والخير عقد اللولو، ترى الاول اللولو يبونه من البحار يبونه ويشترونه. بعد عند واحد قال له سمونه فهد الدوسري هذا بعد عنده الله يبارك قماش يسوي قماش طواش يجيب القماش ويصنعونه له ويبونه. هذا العرب الاول والعروس ولاد ايش يلبسونه؟ يلبسونها اصبحت الليل لبسوها شيء بسيط. اما خيط على الحرية العرس ما تنشاف ولدي الاول ما حد يشوفها، يا راتها تتخفى على سبعة ايام ستة ايام حطانا في قطاع روحها وعدلونها وحطوا لها الورس وحطوا لها النيل وحطوا لها ما حد يشوفها غير حرمه اللي هي عاجل ورائد خير ونطوعه وتعلمها وتحنيها. اول بدي حطت لها الورس والنيل وعقب نهار سادس سبحتها وحنتها. اما تحنيها المشط اما تحنيها الطرق هاي الحرمة ولبستها الليل شيء بسيط يوم ما حد شافها. حط لها العنبر والزعفران والمحلب والمسك وسمن عليها بسم الله العروس، حط لها الياس، حط لها المخمرية، حط لها يا بنا حريم هنتين العاجلات سمن بسم الله. شو ما شاء غرفة نوم مطارح يحطوا لها ويحطون عليها شادر ويبرشوا يحطوا لها كلون يا هالعطر يسمونه وخلطوه وما دهن الورد ورشوا الفرشة حق المعرس وسموا بسم الله لحوا حتى والعروس ما حد رابع جابوا الريايل المعرس ثوروا على راس ودخلوه. يوم يصبح الصبح الحرمة عدلت لنا يتا الصبح شلت الريال لها تمام مبروك ما دبرت مبروك يا دب الحمد لله رب العالمين. ها شوي ويت العروس، العروس عاد لبسوها الصبح لبسوها مريه علطه نسميها مفرقه وطابله وشغاب مشوت وعرست كملت عند بيتها لها سبعه ايام. عقب سبعه الايام شلنها الحري سمن عليها بسم الله قبلتها بنت امها قبل وصيتنا وصيتها قالت بنتي الحرمه تقعدي حرمه حق رايلها وعمت انا شوني انا امك هاي امك بدالي الحين وعمت ابوك علي ظهرتي عنا خلاص انت الحين ظهرتي من ذمتها في ذمه الريال هذا والحرمه تحاتي رايلها واللي بيقول لك اقعدي في الشمس اقعدي ولا عاد تعطيني كلمه اللي تغلط خاطره وخليك بشوش وخليك رحوم حق عمت وعمت ورائت بيت كوني ومرحبانية ورايلة رمسة بينك وبين رايلك ما يعلم بغى رب العالمين أغدي حامزة ما حد قال بنت فلان قال والخيبة أبغى يقول بنت فلان قال والنعم الساعة في بنت فلان عزات أنك خدت حرمة من العرب اللي فيها خير والحرمة تستر علي عمرها وما شيء كعادها قبر شلنا الحرية ما ودنا بيت الرايل عقب سبعة أيام وقعدت عند الرايل عقب يومين ثلاثة أيام صارت أمها تطالعها. أنا الحمد لله في رخاء وبعد زادت من الكلام اللي الله يحبه الله يبونها مذهبه وظاهره من بيت عدل ومذهبه البنت وهذا ابويا الاوليين حري من الاولي. صباحيه المعرس والعروس عندكم كيف كانت فصل؟ يعني يظهر الريال يثورون على راسه ويبون يبون ركاب بعد ركاب يسوون عر يسوون له اللي يتسبق عاطوا يحط له الزعفران والعروس هناك ترى عند الحريم ينعشن عليها البنات. نعم. يغنن الاوليات ينعشن البنات عليها العروس صبحيه العرس ها حدروها شوي ويان الحريم الضحى وشافنا شافنا الحريم هاكل صبحيه العيد صبحيه العرس شافنا الحريم الاول البنت يلبس تلبس ثوب والكندوره والبرقع والشير حقا عنها البرقع شافنا الحريم اللي يراته قالوا يا المعرس دخل المعرس شلوها ردوها على ريلها. يوم عدها بعد المساء جت الحرمه هذيك وبعد لبست بعد شو بعد لبس الاولي ثوب وطيره والثاني بعد ثوب وقفص الحرمه
ما شيء بسيطه ثيابه اللي حق العروس. نعم. هذا والزهبه ترى الزهبه حق الرجال حق هاي الزهبه حق الرجال حق عمومته حق خواله ووته ويرانه والعداله والحرمه واللي حق اللم بعد كذا الامثال. بعد سسوى حق امه حق خالاته ويرانته العداله. نعم. هاي بسيط. عتيجه كيف تشوفين البنات الجيل الجديد؟ او حبهن لتعلم هذا التراث؟ والله اتمنى ان يتعلمه ويتقنه. انا علمت بنات الله يطول عمر الشيخ خليفه سلطان بن زايد سوانا مبنى وقال علم من البنات التراث كله علمنا ما شاء الله اجيال الله يبارك ونجحن علمنا الطبيخ قلنا نسمع علمكن هني لكن نسوي لكن هناك مطبخ بيوت امهاتك الدراسه صح دراسه لكن عندك الخميس الجمعه والسبت شو تسوي فيها هذه قالت امتحانات قلت شوي امتحان وشوي تعلمها قالت احنا امهاتنا خلينا قلت بنات تسوي مطابخ صغار وتعلم ولا هب داقنات انه شغل لازم انك تسوي لكن من تشتغل هنا يصير شكل الامتحان المدرسه تدرسين في المدرسه والواجب تكتب لنا في البيت هذا كذي انت تسوي الين تنجحين ما شاء الله عارف عن المحبوس عارف عن البريان وعارف عن المحله والخبز علمنا والله نعاطوها ما شاء الله الين شهاده تقدير لان يبغون الشغل ولدي نعم. الواحد يبغى الشغل وعاداتنا وتراثنا ما ينسن ونحن نتمنى ان البنات يجين ويتقن الكلام الله يعطيكم الصحه والعافيه بامانه جهود جباره تبذلونها في اوصال هذا التراث هنا. للجيل الجديد نشكر الاتحاد النسائي والشيخه ام الامارات الشيخه فاطمه بنت مبارك على الدعم اللامحدود اللي تقدمه في هذا التراث تراث الاباء والاجداد واليوم المرأة الإماراتية دورها فعال ودورها ملحوظ في كل المهرجانات ولله الحمد بفضل من الله وفضل حكومتنا الرشيدة والدعم اللامحدود اللي يقدمونه. طبعا مشاهدينا نحن قبل ما نطلع عندك في فيديو كليب عرضت لنا قناة بينونة مصورت لنا قناة بينونة إهداء لهذا الحصن التراثي حصن الآباء حصن الفخر حصن العز في دولة الإمارات لكن قبل ما نطلع على هذا الفيديو كليب نشكر ضيفتنا في الاستديو عتيجة المحيربي على تواجدها وثرانا بهالمعلومات الطيبة معلومات التراثية اللي الكل منا استفاد منها كل الشكر لك خالتي على تواجدك وثرانا الله يطول عمر شيوخنا وعمارك يا رب العالمين سلمنا ان شاء الله الشيخ خليفه بن زايد ويعطي الصحه والعافيه ان شاء الله ويعطي الشيخ فاطمه يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين كل سنه وكل حول ان شاء الله يا رب طبعا الفيديو كليب مشاهدينا الكرام اللي حضرته قناه بينونه من كلمات سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحان الملحن محمد الاحمد واخراج محمد الاحمد خلونا نشوف هذا الفيديو كليب ونرجع بعد نتواصل اهداء من بينونة لحصن الوطن من هكانت بيت
مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو كليب اللي من كلمات سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبألحان وأخراج محمد الأحمد. وطبعا كل طاقم بينونة اجتهد في هذا الفيديو كليب هدية من قناة بينونة لهذا القصر قصر حصن الوطن. وأيضا مشاهدينا نحن عرضناه من بداية أول أيام المهرجان لكن اليوم نعرضه لكم عبر هذا النقل الحي والمباشر ومشاركة أطفالنا في هذا الفيديو كليب. ولله الحمد اليوم كلنا متشاركين في هذه الفرحة اللي تقمر أراضي إمارتنا الحبيبة أبوظبي. طبعا مشاهدينا أكيد لنا ضيوف أكثر وأكثر ومتنوعين عندنا في استديو حصن الوطن لكن ننتقل لزميلنا عيسى الكعبي وبعدها نرجع نتواصل خلوكم معنا. متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر مثل ما قلت لكم ضيوف مميزين عندنا في استديو حصن الوطن في مهرجان
قصر الحصن للموسم الثالث. اليوم عندنا شاعرين، واحد تميز بالربابة وواحد تميز بالشلات. أما صاحب الربابة نرحب معانا في استديو حصن الوطن محمد بن هويقن الشامسي. مساك الله بالخير يا محمد. مساك الله بالخير والعافية. يا مرحبا الساعة ومنور استديو حصن الوطن. الله يطول عمرك، أقول لك منور. منور نعم، الحمد لله. الله يطول عمرك، وأيضا نرحب بشاعرنا وصاحب الشلات ناصر بن عبيد الينيبي، مساك الله بالخير. بالنور والسرور يا أخوي عبد الله، الله يرحمكم على فضله. يا مرحبا بكم في استديو حصن الوطن. في البداية بنتخبركم عن هذا الصرح العظيم ومشاركتكم في هذا الصرح العظيم في مهرجان قصر الحصن. والله ما شاء الله شيء حلو يعني. نعم. شيء زين. شو انتم مشاركين معاهم السنة؟ مشاركين نعم بالحضيرة. الحضيرة؟ نعم. شلات وعلى الربابة وقصيد. ما شاء الله القصر مثل ما قال الشاعر محمد متميز بأشياء السنة، هذا الموسم تميز بأشياء إضافة جمهور كثيرة ما شاء الله، وكلهم يسيطرون على الشيء التراثي. أنا لاحظت ملاحظات بالتراث درجة أولى عندهم، تحصلهم في الحضيرة متواجدين يصورون يستمعون إلى معاميل كيف تسوق هواء، تسمعون ويصورون الربابة كيف صوتها، الشاعر والشلة كيف صوتها، تشوف الوفود يتكاثرون علينا ما شاء الله. بالتميز الترتيب التنظيم أيضا له دور كبير السنة هذه صراحة، حتى سمعنا من أكثر من واحد من الجماهير يشكرون يثنون اللجنة القائمة على هذا تنظيم المهرجان. نعم. يعني نظامه وترتيبه ودخول الزوار بدون زحمة وإلا. أيضا توافد زوار من كل دول العالم في مهرجان قصر الحصن. مشاهدينا نحن ندعوكم في الساعات الأخيرة لمهرجان قصر الحصن بزيارة هذا الصرح العظيم اللي كل إماراتي يفتخر به، اللي ما حالفه الحظ إن شاء الله بحالفه في السنين القادمة بإذن الله. شاعرنا اليوم شو محضر لنا الاستديو حصن الوطن عبر قناة بينونة؟ والله محضر شيء القصيدة من قصيدي غزلية. غزلية. نعم. شو يقول؟ يا مرحبا بكوس اللفاني اللي أبوه يا اللي نوب، يا مرحبا بكوس اللفاني اللي أبوه يا قبل الفجر يا ولي ولفاني ونشيت ناب الهم متوب سعر ونومي ما بغاني وولى بالعبرات مشغوبا عليك يا زين المعاني حلو الجسم والخصر مسلوم ما شاء أبا السموحة لأن الحيد ما يساعد. بيض الله وجهك وما قصرت وصح الله لسانك، صح الله لسانك وبيض الله وجهك على هذه الأبيات وقلبك خضر. وجهك أبيض ناصر بن عبيد الينيبي، شو بتسمعنا في هذه الأجواء الفرحة اللي تغمر كل أهالي البلاد ولله الحمد في هذا الصرح العظيم مهرجان قصر الحصن؟ والله نفس الشيء، أنا عندي قصيدة مقبولة طبعا من كلمات المرحوم أبونا الشيخ زايد الله يرحمه ويسكن سبيله اللي مات. يقول دنشد كلمة يا ريت يا ريف دار عسات يكفى من اللوم، بنشد كلمة يا ريت يا ريف دار عسات يكفى من اللوم عن صاحبي يذب المرايم شرها يدار يا رمسة اللوم عن صاحبي يا أذب المرايم شرها يا رمسة اللوم تزين لي فوايا التواصي فري من رعى مويا ذوت الحزومة
أتزين لي ثوايا يا التواصي بري من رعى مويا دوت الحزوب اشد كلمايا ريت يا ريف دار عسى تويا يكفى من اللوم. صح الله لسانك الله يرحم قايل هذه الابيات الشيخ زايد وسلطانه يعلي يسكن في فسيح جناته باذن الواحد الاحد. طبعا نحن مشاهدينا متواصلين مع ضيوفنا في الاستديو، لكن ننتقل لزميلنا عيسى الكعبي المتواجد في ارجاء مهرجان قصر الحصن. لك الكلمه يا عيسى. فعلا أجواء مميزة في ختام هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. طبعا هذا اليوم يختلف عن باقي الأيام، كلها فعلا لحظات وداعية قاعدين نعيشها في هذا المهرجان، مستمتعين، أجواء جدا طيبة. ما ودنا فعلا أن نودعكم مشاهدينا من هذا المهرجان، لكن بإذن الله إن شاء الله المهرجان راح يتجدد في السنوات القادمة، وإن شاء الله هذا المحفل فعلا مستمر بإذن الله. معي أحد الزوار هنا، خلينا نتعرف عليه أكثر. الاسم الكريم محمد الهاشمي. والله والنعم يا أبو جاسم. أبو جاسم، حدثني رأيك في هذا المهرجان اليوم. صراحة المهرجان وايد حلو ورائع، ومثل ما نشوف يعني أجواء عائلية، وانا محظوظ جدا اني لحقت احضر المهرجان في اخر يوم، كونه اول زياره لي ما لحقت احضر السنه اللي طافت. والصراحه مهرجان وايد حلو، مفيد جدا للاطفال، للسياح، للناس اللي ما يعرفون تاريخ ابو ظبي، ونتعرف اكثر على المبنى الاقدم في ابو ظبي اللي هو قصر الحصن. الصراحه استفدنا وايد معلومات، وايد استمتعنا. حلو يا ابو جاسم. ابو جاسم ما شاء الله عليك، هذه اول مره لك، شو الانطباع الاول عن مهرجان الحصن اليوم اللي انت تاخذه في مخيلتك او في بالك؟ الصراحه انطباع وايد حلو، الصراحه وايد عشنا اجواء الماضي، حضرنا مهرجانات وايد، مثل عندك مهرجان الوثبه وعندك هالمهرجان، بس الصراحه تحس صدق انك انت في الماضي، وتحس باحساس الاجداد والاباء. شو النصيحه اللي تقدر توجهها اليوم وتبى توجهها للشباب اللي قاعدين يتابعونا في اخر يوم في قصر الحصن؟ والله نصيحه لهم يتابعون التراث ويحضرون المهرجانات، لان الصراحه وايد تفيدهم، والاباء اللي عندهم ياهال يحاولون يعلمون ياهالهم على التراث والتاريخ. حلو، شاكر لك يا ابو جاسم. عافيك، مشكور ما قصر. شكرا لك، شكرا لك. مستمرين مشاهدين قناه بينونه، وعندنا احد الزوار ايضا هنا، اسم الكريم محمد امجيب. محمد، ليش ترجع ورا يوم اكلمك تجي ترجع علومك؟ والله تمام الحمد لله. ابو جاسم، حددني شو رايك في المهرجان؟ والله هو اوكي، يعني يعلمك عن التراث وشيء زين. والله انت اخر مره روحت الجيم؟ انا والله مقدر من شهرين. زي حددني شو رايك في المهرجان بشكل عام؟ والله المهرجان شيء طيب يعني. شو تعلمت منها محمد؟ والله تعلمت اجدادنا يعني شو كانوا يسوون، كيف يعيشون. وبعد شفت قصر الحصن ولا؟ والله توني جيت يعني من اربع ساعات لسه ما لحقت. عشان تي متوهق. يعطيك العافيه ابو جاسم. الله يعافيك. يعطيك العافيه. تعال حياكم الله مشاهدينا، مستمرين طبعا في النقل المباشر من ارض الحدث مهرجان قصر الحصن. نحن هنا عندنا شباب، مرحبا الساعة. مرحبتين. مرحبا يا سعيد، ايش حالك؟ خير ربي يعافيك. عساك طيب؟ طيب طبعا. خبرني شو رايك في هذا المهرجان؟ والله ابداع من الاخر. ابداع من الاخر؟ من الاخر. زرت قصر الحصن ولا بعدك؟ لا بعدنا ما حضرنا. اتمنى انك تحضر، لان فعلا راح تستفيد منه اشياء كثيره. سعيد سوي حبتين حق الربع، خلهم يصورونك. زين، حدثني اكثر، شو المكان المميز اللي اليوم شفته يا سعيد؟ والله البحر. حلو، انت من هالبحر. ايه يا حيك، يعطيك العافيه يا سعيد. الله يعافيك، شكرا لك.
مستمرين مشاهدين قناة بينونة، ونحن قاعدين نشوفني أحد المصورين المتواجدين في قصر الحصن. مرحبا، شحالك؟ مرحبا، شحالك؟ عساك اسم الكريم؟ خليفة زايد. والله والنعم يا خليفة. خليفة، حدثنا، جايب كاميرتك اليوم، شو صورت؟ بعدنا تونا وصلين. توك واصل؟ زرت المهرجان من قبل ولا أول مرة؟ أول مرة. يعني لحقت على آخر يوم؟ إيه لحقت على آخر يوم. بما أنك أنت اليوم ميت هني، فعلا نبغيك تصور اللقطات الجميلة اللي تحدث في هذا المهرجان، ونبغيك تسوي لنا تاج على بينونة، بينونة تي في، أوكي؟ أوكي، فعليك. انستغرام طبعا. إن شاء الله أكيد. يعطيك العافية. يعافيك. شكرا لك. مستمرين مشاهدين قناة بينونة. في تعال هني، ها شايبنا، لازم الحقه، شوف كيف الحقه. تعال وين بتشرد عني؟ هلا، ايش حالك؟ بخير، صحت؟ عساكم بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. الاسم الكريم بدايه؟ انا محمد علي مهاجر المرزوقي. والله والنعم يا ابو جاسم. ابو جاسم، ما شاء الله اشوفك دائما متواجد في المهرجان، شو هذا يعني؟ اذا تحدثنا معناته هذا حفاظ على فعلا تاريخنا وعلى ماضينا العريق. حدثني اكثر. كل يوم امر، لازم امر عشان بس ارتاح، لانك اتذكر ايام الاول، لانك كنت عايش في هنا هالمنطقه. شو اللي تتذكر؟ شو اللي تتذكرها؟ اتذكر ان كنا ساكنين هنا جنب السفاره البريطانيه، قنصليه نسميه، ونجي المسجد اللي قدام القصر نلعب. فكل يوم احب اجي، والله افرح، بس مع الاسف اليوم اخر يوم. فعلا اليوم اخر يوم، يطولوا شهر، والله العظيم ما نشبع. فعلا ان شاء الله، نحن في المرات المقبله ان شاء الله فعلا نحصل يعني ايام اكثر متاحه لنا. زين، اشوفك مشغل الكاميرا، شو بتسوي؟ انا يلا ناخذ سيلفي. سيلفي يلا ناخذ سيلفي على الهواء مباشر، عشان يوم ترجع تشوف بينونه لعاده اماراتيه. طبعا. يعطيك العافيه. هذا سيلفي حصري على التلفزيون، انا وابو جاسم. الله يخليك. شكرا. يعطيك العافيه. شكرا. شكرا لك. مستمرين مشاهدين قناه بينونة، عندنا شباب هني. مرحبا مرحبا. اسم الكريم؟ سالم احمد محمد. والله والنعم يا سالم. الله ينعمك. ما اسمعك انا بعد. اسمك اقول لك؟ اسمي سعيد علي. والله والنعم يا سعيد. الاسم الكريم؟ عمر عبيد البلوجي. والله والنعم يا عمر. ما شاء الله اليوم متواجدين في قصر الحصن. نعم. هذا شو يعكس؟ والله يعكس التراث الامارات، ويعلمنا ويخبر الشباب اللي هذول الصغار الطيبين كيف كانوا عايشين اجدادنا الاول. وهالشيء يبث فيهم الروح، ويبث فيهم انه لازم يعطون لبلادهم مثل ما اعطوا شيبانهم الاوليين. شو استفدت اليوم من هذا المهرجان؟ والله استفدت كيف يصنعون السفن، وشفت كيف كانوا يبيعون قبل، وكيف كان بناء المساجد يعني. بس صراحة هذا شفت أنا شيء عجيب صراحة، حلو من حق الأجانب اللي يشوفونه يقولوا هذا تراثهم، هذا يعني هم محافظين على تراثهم، هم نفس غيرنا. صحيح. صحيح. يعطيك العافية. البلوشي، شو استفدت من هالمهرجان اليوم؟ والله شوف، أنا ما أقدر أعدد لك، لأني استفدت بشيء كثير صراحة. بصراحة ما خليت شيء، ما صرت إلا من حبي أبغى كل سنة، ما يسدنا هاليومين. ما يسدنا والله. فعلا. لا ما عليه. انتوا اول مره تزور المهرجان ولا جيت من قبل؟ لا قبل، من السنه اللي طافت وهي السنه الحمد لله. يعني هذا اول يوم انت تكون متواجد في المهرجان؟ اي نعم. حلو، عشان كذي تبغي تبدد، ها، لانك لحقت على اخر يوم. لازم طال عمرك لازم. يعطيكم العافيه يا شباب. شكرا لكم. مستمرين. اهلا، تعالي. لا، شو اسمك؟ ليش تستحين؟ إذا تعال انت، شو اسمك؟ حماد. ليش تستحي؟ انا ما استحي. هي ليش تستحي؟ ما اعرف. حد يستحي من الكاميرا؟ ها؟ ما حد يستحي، صح ولا لا؟ تعالي انت، تعالي. شو اسمك؟ عليا. قولي لها انا طلعت في التلفزيون، انت ما طلعتي. قولي انا طلعت في التلفزيون، انت ما طلعتي. انا طلعت في التلفزيون، انت ما طلعتي. يعطيك العافيه يا عليا. خبرني، شو استفدت اليوم من هالمهرجان؟ شو تسوي هني؟ انا هني اشوف التراث. زين، شو استفدت من التراث؟ يعني اتذكر، يعني تتذكر شو؟ ايام يدي وهذه. ايامك الاوليه؟ لا مش ايام. يعطيك العافيه. مستمرين مشاهدين قناه بينونه في نقلنا الحصري لهذا المهرجان، واليوم الختامي للمهرجان، مهرجان قصر الحصن. ارجع بالكلمه لزميلي عبد الله الكربي من داخل الاستديو، ولك الكلمه يا ابو حميد. Thank you.
متواصلين مشاهدينا، اشكرك زميلي عيسى على الاجواء اللي تخلقها بامانه في مهرجان قصر الحصن وتجولك في ارجاء هذا المهرجان. طبعا متواصلين مع ضيوفنا في الاستديو محمد بن هويدن الشامسي وايضا ناصر بن عبيد الينيبي. من جديد اكيد نمسي عليهم بالخير ومساكم الله بالخير. شاعرنا اليوم بيسمعنا شله الشاعر ناصر بن عبيد الينيبي، شو من الشلات محضر لنا؟ والله هذه شلات من كلمات الشاعر المميز والاعلامي عبد الله الكربي. الله يطول عمرك. هذه بيوت متواضعه، يقول الشاعر الله يرحم زايد يا دار خيرك زاد. نعم. الله يرحم زايد يا دار خيرك زاد، وقايد وطننا قايد خليفة بالوكاد، وقايد وطننا قايد خليفة بالوكاد، أبو خالد لعوايد يا قصر حصن عواد، أبو خالد لعوايد يا قصر حصن عواد، يا ما واقش دايد ودوم العزوم اشداد، يا ما واقش دايد يوم العزوم اشداد، ويا المزن رايد تسقي على البلاد، ويا المزن رايد تسقي على البلاد، الله يرحم زايد يا دار خيرك زاد. صح الله لسانك، تسلم يا شعر الله ويهك. اللحن ما في كلام، سمحوا لنا على القصور. لا ما في قصور، وبيض الله ويوكم. نشكر تواجدكم عندنا في الاستديو، وكلمه اخيره حاب توجهونها عبر قناتنا بينونة. والله الله زينه يعني. نعم زينه والعالم. نشكر شوفه. نشكر سيدي صاحب سمو رئيس الدولة على الدعم للامحدود التراث وجهه عام، اللجنة أيضا القائمة على هذا البرنامج الطيب، وإن شاء الله ديارنا عامر بالأفراح بإذن الله تعالى. اللهم آمين. جزاك الله خير، جزاكم الله خير على الوصلة، وأكيد نحن مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم في تغطية هذا المهرجان لآخر ساعة، وبإذن الواحد الأحد أكيد متواصلين من عبر استديونا حصن الوطن وضيوف جدد. خلوكم معنا لا تروحون بعيد، ناخذ لقطات عامة على المهرجان وراجعين لكم.
الحصن لازلنا مستمرين طبعا في هذه التغطيه، ونحن نشوف بعد هنا احد الشباب ما شاء الله يبين معداتهم يبين امور كثيره بلحقهم انا صراحه، لازم استغل الفرصه ونعرف منهم اكثر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالك؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله المعدات جايبينها هني وكاميراتك موجوده، خبرني اكثر شو جاي تسوي اليوم في قصر الحصن؟ والله ماشي جاي اصور وبس. تصوير موهبه عندك ولا؟ لا موهبه. موهبه؟ وشو قاعد والصور وين تحطها؟ احطها في انستغرام او اي موقع ثاني. شو نوع الكاميرا؟ نيكون. نيكون؟ احلى استعملها كانون. كانون. وانت شو يعني شو تحب تستعمل، نيكون ولا كانون؟ الكانون طبعا. الكانون زين، يعطيك العافيه. بس خبرنا رايك في المهرجان، شو رايك في المهرجان؟ والله وايد حلو بس لو طولوا المده اكثر بعد. بعد؟ ايه. انتوا كلكم تشتكون من هالموضوع ها؟ ايه بس اسبوعين ما يكفي. يلا يعطيكم العافيه، لانكم انتوا تجون اخر يوم عشان كذي بعدين تطلبونكم تمددون الموضوع. لا لا جينا ثلاث ايام. حلو. شو شفت، شو المكان اللي لين اليوم انت صورته وشفته يعني شفت الصوره انه وايد جميله واتمنى انك تكررها مره ثانيه؟ ماشي صور البحر. البحر؟ ايه. يعطيك العافيه يا راعي الكانون. وانت ما بتي ويانا، تعال تعال حياك. الاسم الكريم؟ صقر خالد البريكي. والله والنعم يا صقر. نعم حالي. صقر شو رايك في المهرجان بشكل عام؟ والله نتمنى انه يمتد اكثر، لانه اسبوعين وهالاسبوعين كانت شوي الرياح متعبه. فكنا قبل اسبوع هني ورياحه تعبتنا، الحين الجو حلو ما شاء الله وينا عشان نصور. ونصور لان الحين انستغرام فليكر وهالسوالف ما شاء الله الشباب خلاص دخلوا بالعرض مثل ما يقول السوشيال ميديا والتصوير، والحين مسابقات ما شاء الله في كل مكان. كان قبل اسبوع شهر في سويحان مرجان الشيخ سلطان بن زايد، والله اني شفتك هناك. والحين ما شاء الله في قصر الحصن شيء بعد مسابقات غير التصوير وهذا كله. والله فعلا انزين انتم ما شاء الله عليكم مصورين اليوم مبدعين، اتمنى انكم تنقلون هذه الرساله بكاميراتكم وعدساتكم للخلق كلها في السوشيال ميديا بشكل عام. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم وما قصرت. شاكر لك يا صقر. شكرا لك. مستمرين وياكم مشاهدين قناه بينونه. خلونا نروح وين 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 ني الشباب. الشباب ما شاء الله متواجدين. مرحبا الساعة. مرحبتين. الاسم الكريم؟ حمدان محمد الكندي. الاسم الكريم؟ منصور العوضي. والله والنعم. حمدان شو رايك في المهرجان وشو تشوف المهرجان قاعد يفيد الاشخاص اللي يتواجدون والزوار اللي يتواجدون فيه اليوم؟ والله زين، اشوف شيء اوكي وتفاعل من اهل ابو ظبي واهل كل الامارات، وشيء جميل انه يعلم التراث حق الناس حق هالاجيال والاجيال القادمه ان شاء الله، وكل سنه شيء حلو. يا ناصر انا شايف انك مكان بس ما اتذكر. منصور. زين منصور شو رايك في المهرجان وشو تشوفه ينقل للاجيال الجديده اليوم؟ والله بس احنا نكون فخورين بهذا، انه يعني تراثنا نشوف تراثنا قبل والاجيال القادمه يتعلمون منا كيف قبل اثناء الصيد او من الجمال والطيور. يعطيك العافيه. شكرا لكم. شكرا لكم. يا مرحبا. مستمرين طبعا مشاهدين قناه بينونه. شو رايك المهرجان؟ والله المهرجان حلو، يعني في بدايه اخر يوم حضروا الناس كثير. حلو. هو شو اسمك؟ اسمي بطي عبد الله المري. والله والنعم يا بطي. بطي يعني اليوم هذا اخر يوم صح ولا لا؟ زين شو تشوف عمرك استفدت من هذا المهرجان؟ والله استفدنا تراث اهالينا، استفدنا يعني مكان شيوخنا اول وقصر شيوخنا. صحيح. مكانهم اللي عاشوا فيه واللي درسوا فيه. صحيح. واللي تعلموا منه كل شيء وقرأوا قرآن وتعلموا، يعني تستفيد كثير من هالأشياء. حلو. وشو الأمور اللي أنت استفدت منها شخصياً؟ استفدت منها صراحة مدرسة. المدرسة. دخلت المدرسة داخل وشفت كيف كانوا يتعلمون قبل؟ هاي شفتهم ما شاء الله. حلو. يعطيك العافية. شكراً لك. شكراً لك. منو عندنا هني بعد؟ بعد هني سوي فيه مفاجأة. هم توم مسويين توم تغلسوا وكان تعال 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 شاردون يا ريال. الله يطول بعمرك. اسمك؟ عمرك طويل. محمد خليفة القبيسي. محمد والله والنعم يا ابو جاسم. ابو جاسم شو رايك في المهرجان بشكل عام؟ والله ولا غلطة، هاي ثاني مرة، امس جيت واليوم جيت ولا غلطة الصراحة. حلو. امس كنت متواجد واليوم هذا اليوم الختام للمهرجان. شو تتوقع في شو تقول يعني تتوقع انه فعلا هذا المهرجان نقل صورة لاجيالنا الجديدة ولا؟
كيف ما فهمت سؤال؟ اقول لك هذا المهرجان نقل صوره لاجيالنا اللي نشوفها اليوم قاعده تتعلم من هذا التراث. اكيد بتتعلم. يعني انتم بتنقلون ان حق الصغاريه بعيون صغاريه وهذا بيتعلمون من هالاشياء، يشوفون يكبرون على هالاشياء. الاساس هذا اساسنا. وهذا اللي قاموا فيه شيوخنا الله يطول في اعمارهم، انهم يجسدون ولو قريه بسيطه فعلا بعدال قصر الحصن، وهذا شيء كبير ان الواحد يتعلم من تراثه وتراث اجداده. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك يا ابو جاسم. شكرا لك. مستمرين مشاهدين قناه بينونه في ناقلنا. مينا انا ما ادري، ما اعرف ايش قاعد تقول صراحه، عندي وايد صدعه هني. زين فالحين اسمعك واضح، شو تقول؟ يلا ولا يهمك، فالك طيب. هني بنفاجئ الشباب. مرحبا استاذ. مرحبتين. اسم الكريم؟ عبد الله الشومسي. والله والنعم يا ابو حميد. ابو حميد شو رايك في المهرجان؟ والله اجواء. اجواء طيبه ها؟ اي نعم. ابو حميد عندك علم ان اليوم اخر يوم؟ اي نعم. زين شو خلنا نقول شو اللي تعلمته اليوم من هالمهرجان؟ والله يعني يروونا تراثنا عن 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 القديم والحاضر كيف الحين. حلو. انزين اشوفك ما شاء الله يا الشني وقاعد طالع الشغله، شو قاعد طالع؟ توني بعدني جاي. يا حي طالع. يا حيك، يعطيك العافيه. سلام. شكرا لك. مشاهدين ومتابعين قناه بينونه، خلونا وياكم نروح لفاصل ونرجع لكم من جديد ان شاء الله. متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذا النقل الحي والمباشر من مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث. طبعا الشاهد الحضاري على الازدهار الثقافي والفكري المجمع الثقافي اللي أمر به سنة 1970 الشيخ زايد رحمه الله وأسكن فسيح جناته. وأكيد اليوم مهرجان قصر الحصن المجمع الثقافي له دور كبير في إحياء هذا المهرجان الذي يقام بتوجيهات سامية من سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد انهيار رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. طبعا بنتحدث اكثر واكثر عن فعاليات المجمع الثقافي اللي يقام على هامش مهرجان قصر الحصن مع ضيفتنا عبير الجنيبي احد فريق العمل في مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث. مساك الله بالخير. هلا فيك. في البدايه الله يعطيكم الصحه والعافيه على الجهود الجباره اللي تبذلونها في هذا المهرجان، وانتم جيل اليوم اللي ينقل هذه الثقافه وهذا الموروث الشعبي لدولة الإمارات للجيل الجديد. خبرينا عن مشاركتكم في مهرجان قصر الحصن. هاي أول سنة لي أكون منظمة في مجمع ثقافي، بالضبط في مجمع ثقافي في جدار الذكريات. جدار الذكريات يتكلم عن مجمع ثقافي، اللي ما يفهم مجمع ثقافي كانت فيها أول مكتبة تأسست سنة 1970، كانت في فعاليات وكان في أنشطة وكان في مسرح الثقافي. فنحن نحاول نذكر الناس بهالشيء، يعني اي شخص عنده ذكرى حلوه على المجمع الثقافي نصور فيديو يتكلم ونصور فيديو نحطه في التلفزيون على هاليدا، او اللي ما عنده خلفيه عن مجمع ثقافي خاصه الاجيال الجديده اللي ما هم سامعين عن مجمع ثقافي اللي مسكرين من 2007،
فنحاول نحن ان اللي ما عنده خلفيه يقدر يشوف الصور القديمه من 1970 لين 2007 او يسمع ذكريات الناس اللي احنا صورناهم فيديو. نعم. كم قسم عندكم في في المجمع الثقافي؟ عندنا جدار الذكريات اللي انا واقفه فيه، عندك الارشيف الوطني، المكتبه الوطنيه، المركز الابداع، ولا تنسى ولا معرض لا تنسى هو نعم. داخل في ورشه الاطفال، نعم، في العاب تراثيه حق الاطفال، نعم. داخله بعد في معرض لا تنسى، وايضا في المساحه الثقافي اللي يكون فيه عروضات وفي القهوه. متى يبدا وقت عملكم؟ من 4 لين 11. اليوم اخر يوم، نحن نتمنى من المشاهدين اكيد بنتولى على هذه الايام الحلوه في حصن الوطن، في هذا الحصن، في هذا الصرح العظيم اللي كل مواطن اماراتي او مقيم على هذه الدوله يدعو له الفخر. خلينا نتكلم عن اوقات العمل عندكم من الساعه 4 لين الساعه 11. هي. يعني في وقت بسيط باقي اللي حولنا نقول له يا حياها الله في مهرجان قصر الحصن للتواجد واخذ معلومات اكثر واكثر عن هذا الموروث الشعبي. نحن مستمرين مع ضيفتنا في الاستديو، لكن ننتقل لزميلنا عيسى الكعبي المتواجد في ارجاء مهرجان قصر الحصن. لك الكلمه يا عيسى. شكرا لك زميلي عبد الله الكربي، وحاليا نحن متواجدين هني بالقرب من البحيره، وصراحه في اجواء جدا طيبه، وعندنا الهال هني متجمعين احباب الله، الله يحفظهم ويرعاهم من تخبرهم شو اساميهم. شو اسمك؟ شهد. شهد. وانتي؟ نوره. نوره. وانتي؟ شيخه. شيخه. وانتي؟ روضه. روضه. وانتي؟ سيله. 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 شو تسوين هني؟ يعني اشوف بس يعني تي يعني اشوف الفعاليات وهالاشياء. فعاليات. وانتي تعالي تعالي. شو اسمك؟ اسمي مريم. مريم. والنعم يا مريم. مريم شو تسوين هني؟ انا جاي اشوف المهرجان لان اليوم اخر يوم، بنيت يعني قبل وكنا كم يوم قبل جيتي؟ يوم واحد. نحن قبل كنا مشاركين قبل السنتين اللي طافوا، كنا مشاركين نحن بس الاربعه. شو كنتوا تسوون؟ كنا ننعش ومع العياله البحريه ولا الرمل. ما الرمل. حلو ما شاء الله عليك، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا لكم. منو هني عندنا؟ شو اسمك انت؟ يحيى عبد الله. شو اسمك؟ يحيى. والله والنعم يا يحيى. يحيى شو تسوي هني؟ اشوف الفعاليات والاوف. شو حضرت من الفعاليات؟ العياله؟ حضرت العياله؟ ايوه. يلت؟ ايوه. يلت؟ عفا ان شاء الله نباك تيول. زين؟ ان شاء الله. اوكي. شو اسمك انت؟ ملوك. ها؟ ملوك. ملوك. الله حييت يا ملوك. اسمك وايد حلو. تعرفين شو يعني اسمك؟ ها؟ وانت شو اسمك؟ ملاك. ملاك. هي ملوك وملاك. تعالي. انتوا توام؟ ايوه. ها؟ شوفوا يا ما شاء الله عليهم توام. انزين ملوك وملاك. ملوك شو حافظين؟ حافظين شو؟ تغنون شيء؟ ها؟ مستحيل انتو صح؟ يلا زين، تعالي انتي الأمورة الجميلة. شو اسمك انتي؟ نور ناصر. نور ناصر؟ شو اسمك؟ نور ناصر. نور ناصر؟ مش نور ناصر؟ لا نور ناصر. زين، كم عمرك نور؟ أنا 10. 10، شو تسوين هني نور؟ المهرجان؟ ايه؟ وبعد واشوف شو كيف يصنعون عن التراث. ها؟ وشو شفتي التلي كيف يسوونه؟ وشو بعد شفتي؟ شفتي شو شفت اللي يسوون اليوله. ها؟ شفتي اليويله صح يوم يولون. انت نعشتي وياهم؟ لا. تنعشين صح؟ انا مشتركه في واحد نيجي هنا نرقص. تنعشون يعني. يلا زين الله يوفقكم يا نور. شكرا. عفوا. يلا مستمرين مشاهدين قناه بينونه، خلونا وياكم نشوف اكثر المتواجدين اللي هني ونسالهم عن الامور اللي قاعده تحصل في مهرجان قصر. السلام عليكم. مرحبا شباب، كيف الحال؟ شيخ. تعال 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 طلعت عاد ويانا.
طلعت على الكاميرا زين مباشر، كيف الحال؟ الله يعافيك. اسم الكريم؟ سلطان الكثير. والله والنعم يا سلطان. سلطان، شو رايك بالفعاليات اللي تحدث اليوم في مهرجان قصر الحصن؟ والله غني عن التعبير بهالفعاليات، وما اعرف شو اقول لك، يعني كل شيء تب التب فيه الحمد لله. سلطان، اول مره تحضر المكان ولا جيت قبل؟ لا والله جيت قبل، هاي يمكن ثالث مره. ثالث مره حضرت السنوات اللي طافت؟ نعم، السنه اللي فاتت ما حضرتها، بس اللي قبلها كنت مشارك فيها. ما شاء الله، فاكيد شفت فيه اختلاف اليوم في هذا المهرجان. لا اختلاف وايد وايد والله، من احسن لاحسن لاحسن، واتمنى لهم الاحسن ان شاء الله. والله يطول عمر الشيوخ، ادعم الشيوخ، وزين ان نشوف يروون عاداتنا وتقاليدنا، بما ان اللي شو اسمه التطور الجديد هالسنوات يعني يخلي الياهال ما يعرفون شو كانوا قبلهم وشو كانوا يدودهم. صحيح. فزين انهم يروونهم هالحاجات. نعم. ويذكرون الكبار بـ 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 بالاشياء اللي مضت قبل وراحت علينا، ونحن ايضا نستفيد من الامور اللي تحصل بامانه بشكل عام في هذا المهرجان. شكرا لك الغالي. الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا لك يا الكثيري. شو تقول كنت مينا؟ ما سمعك، شو كنت تقول؟ اوكي، مهرجان قصر الحصن. اهلا اهلا، شو اسمك؟ عائشة. ها؟ عائشة. عائشة؟ عائشة كم عمرك؟ خمسة، صح؟ زين شوف الكاميرا عائشة، شوف الكاميرا. ها؟ منو لبسنك ها؟ ها؟ شو منو لبسنك؟ وين ماماتك؟ موجودة مني؟ أسري عليها، وينها؟ ما تشوفها صح؟ يلا الله يحفظك إن شاء الله. مستمرين؟ تعال 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 يا بطل، شو اسمك؟ راشد أحمد الهوي. والله والنعم، خبرني شو تعلمت من المهرجان؟ كيف يصيدون؟ كيف؟ وكيف يصيدون؟ كيف يصيدون؟ زين شو بعد؟ وبعد كيف يصنعون شو؟ كيف يصنعون هذا؟ شو؟ توهقت صح؟ ها قول هي. قول عبد الله انا توهقت. قول حق عبد الله الكربي انا توهقت. قول له. عبد الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية. مستمرين وان شاء الله في لقاءات جديدة ولما نشوف صبر صبر صبر، بنسوي بعد مقلب في هذا اللي قاعد ماسك تليفونه والحبيب ما يدري يعني. شو الحاصل هذي؟ مرحبا الساعة حبتين. الاسم الكريم؟ إبراهيم. والله والنعم يا إبراهيم. إبراهيم، وأنا أمشي من بعيد أقول هذا قاعد يعابل في تلفونه فشوي بنفاجأة. زين خبرني شو رأيك في المهرجان يا إبراهيم؟ والله المشاهد اللي نشوفها الصراحة يعني شيء نفتخر فيها، موروثنا، فحلو أن نشوف. ما أقول لك فترة قريبة، لا قبل الاتحاد نحن ياسين نشوف أبو ظبي، فال يعني شيء صراحة شيء جميل، شيء جميل يعني صراحه. حلو ان تشوف تراث، حلو ان تشوف يعني الحياه قبل كيف كانت، حلو ان تعيش هالشيء. حلو. ابراهيم، شو اللي لفت انتباهك في المهرجان في قصر الحصن؟ والله الحلو في المهرجان انه يعني كيف كان التراث حق الصغار، من كانوا هم صغار، منهم عيالنا صغار لين الكبار الشباب. نحن اليوم قاعدين نشوف السواح والاطفال فعلا متواجدين بكثره يتعلمون. صحيح. من هذا الموروث. صحيح. فهذا اذا دل على تاريخ فعلا موجود من 250 سنه. صحيح. ولا شو تقول يا ابراهيم؟ والله انا ايد كلامك، ولنا الفخر ان نحن نشوف يعني اللي هي اماره ابو ظبي عاصمتنا تهتم في هالامور، وان شاء الله يدوم هالمهرجان على طول السنين ان شاء الله. شكرا لك يا ابراهيم. قصرت عيسى. شكرا لك. تعال 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 تعال، اشوفك ماخذ سيف. ايه. حق شو؟ هذا يولا. بتيول؟ ايه. شو اسمك انت؟ عبد الله. والله والنعم يا عبد الله. عبد الله، شو تعلمت من المهرجان؟ قلت تعلمت اليولا والحين رايح يول. صح؟ لا، يوم يبدون بيول. زين بتيول ولا مو بتيول يعني اليوم؟ اكيد؟ يمكن اصير. عفا، توك تقول بتيول؟ ايه بيول. خلاص غيرت رايك؟ ايه. شكرا لك يا عبد الله. شكرا لك. مستمرين مشاهدي قناة بينونة في نقل الحدث. ايه شردتوا صح؟ يوم جيت صوبكم شردتوا ها؟ تعالوا تعالوا بتخبركم، تعالوا تعالوا. الاسم الكريم؟ سعيد القبيسي. والله والنعم يا سعيد، اسمك بالخير، تعال. القبيسي. بدر. والله والنعم يا بدر. بدر وسعيد، حدثونا اكثر، شو رايكم في المهرجان اليوم؟ والله كل سنة تتطورون اكثر واكثر. حلو.
سعيد اكيد معناته ذاك دامك ذكرت كل سنه تطورون اكثر واكثر معناته انت حضرت السنوات اللي طافت. فشو التغييرات اللي اليوم تشوفها؟ والله التغييرات الله يسلم كان الجمهور يزيد ويزيد. حلو. وعاد نحن ما نذكر شو مسوين البارحه بس تطورون اكثر. يعطيك العافيه. شو الشيء اللي لفت انتباهك اليوم في هذا؟ متواصلين معاكم مشاهدينا مثل ما شفتوا هذه الأجواء جدا جميلة في مهرجان قصر الحصن، ومتواصلين مع ضيفتنا عبير الجنيبي أحد فريق العمل لمهرجان قصر الحصن واللي متواجدة في المجمع الثقافي. عبير خبرينا، أنت أول مرة تشاركين قلتي لنا، شو استفدتي في هذا المهرجان؟ الأجواء جميلة، استفدت اللي قلت اللي ما له ماضي ما له حاضر، فحلو الأجواء أن نشوف تراثنا خاصة الأجيال الجديدة، لأن الكبار يعرفون بس الأجيال الجديدة ما يعرفون كيف أجدادنا كانوا عايشين. نعم. فحلو الشيء من خلال الأنشطة والفعاليات الموجودة هني، خاصة المجمع الثقافي، شو اللي مكاني جدار ذكرت كيف يذكرون الناس بالمجمع الثقافي، أهمية المكتبة، خاصة المكتبة اللي تؤسست من خلال الشيخ زايد أبونا الله يرحمه اللي طلب هالشيء. نعم. عبير اللي شفناه في مهرجان قصر الحصن تواجد أربع بيئات، البحرية، البرية، الجزر، الواحات. درتي على شيء من هاي البيئات؟ درت شوي يعني، خاصة في بريك يعني شوي أخذ لي لفة. يعني ما تصدقين من الله تحصلين بريك تأخذين لفة. شي شوي يعني وأقعد مكاني. الله يعطيكم العافية. شو اللي شد انتباهك في هال؟ عجبني السوق، عجبني الأكلات الشعبية الموجودة، كان خاطئ أدش المسرح الوطني من كثر ما أسمع الفعاليات اللي موجودة، يعني الفنانين الكبار اللي ضموهم، أجواء جدا جميلة. إن شاء الله بتشاركين السنة الجاية. إن شاء الله أكيد، وأتمنى هو احتمال إيش أكون منظمة، احتمال إني أي أكون زايرة، خاطئ إني أي المكان أكون زايرة ألف الأماكن كلها وأشوف. إن شاء الله بإذن الله. تحت الهواء كنا نتكلم عن موضوع المواقف اللي صارت في المجمع الثقافي. وذكرتي لي موقف اتمنى انك تخبرينه المشاهدين. هو شدني موقفين، اول موقف اول يوم افتتح المهرجان قصر الحصن خطف واحد اسمه ابو فهد، بعد موجود من المنظمين هني، في يوم قلنا له نحن شو دورنا او شو جدار الذكيات، دمعت عينه حتى قال يعني الله يسامحك خليتوني يعني ادمع وكذا، قلنا له قال انا صار لي 35 سنه اشتغل هني في مجمع الثقافي، لأن مجمع الثقافي أصلا مر عليه 35 سنة من 1970 لين 1000 من 1000 لين 2007. نعم. وبعدين من 2007 وقفوها أظن. إيه. وخلوه في وقت المهرجانات. بس يفتحون في وقت المهرجان. زين، والموقف الثاني. الموقف الثاني اثنين يوم بعد قالوا تعرفوا على بعض في المجمع الثقافي وتزوجوا، وكانوا كل سنة يجون المجمع الثقافي في عيد زواجهم يحتفلون. نعم. لين 2007 يوم يوم ولقوهم مسكر الحرمة تمت تصيح. لح ضايقت من الشيء. نحن نتمنى من المسؤولين يفتحون هذا المجمع، هذا الصرح اللي أمر به زايد الله يرحمه ويغفر له، انه يكون مفتوح للزوار. مثل ما تشوفون مهرجان قصر الحصن يستقطب الكثير من الزوار من الاماراتيين والمقيمين والاجانب، فنتمنى من المسؤولين ان يكون قصر الحصن مفتوح لتجول هذه الناس في أرجاء هذا القصر اللي أسسه دياب بن عيسى، واستمرت المسيرة الله يرحم اللي مات ويطول عمر خليفة وإخوانه، ويكون يعني معلم. بأمانة هذا المهرجان اليوم كل مواطن إماراتي يحس بالفخر في تواجده في أرجاء هذا المهرجان والمجمع الثقافي أيضا. بما أنك مواطنة ومتواجدة في قصر الحصن،
ومهرجان قصر الحصن من أول يوم وفي المجمع الثقافي، شو إحساسك بهالمهرجان؟ إحساس جميل، إحساس حلو إني أشوف الناس كيف مستانسة بالشيء الموجود، بالفعاليات الموجودة، كيف الناس تشكرني وتقول الله يعطيك العافية على الشيء اللي تسوينه، خاصة على الجدار اللي كانت على مجمع ثقافي، إيش كثر ناس يو عندي يقولون يا ريت المجمع الثقافي يريد يفتحونه مرة ثانية. نعم. فأتمنى إن صدق ما يكون بس في مهرجان قصر الحصن، طول السنة يريدون يفتحون مجمع ثقافي. في ناس طلبوا منكم هالشيء اللي يكون مفتوح؟ كل حد طلب إنه ليش أصلاً، شو السبب إنه يسكرونه، وإنه نتمنى يريدون يفتحونه مرة ثانية، إنه طول السنة يكون مفتوح. نعم، عندك استعداد تكونين متواجدة طول السنة؟ إن شاء الله أول ما تخرج أكيد بكون موجودة. الله يوفقك إن شاء الله. أوعد بالجامعة سيدة بأي موقف. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في جامعتك، ونشكرك ونشكر كل من تواجد في مهرجان قصر الحصن وبذل مجهود كبير، وطبعاً مثل ما تشوفون دور المرأة كبير في مهرجان قصر الحصن. نشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة على الجهود ودعم النساء وحريمنا والبنات والجيل الجديد على هذا الموروث، موروث الآباء والأجداد. نحن نشكر عبير الجنيبي عضو في مهرجان قصر الحصن وأحد العاملين لإبراز هذا الموروث الشعبي وهذه الثقافة الإماراتية على تواجدها وترانا بهالمعلومات الطيبة في استديو حصن الوطن. كل الشكر لك. شكراً. كلمة أخيرة بتوجينا، عندك كلمة تبين تقولينها؟ الكلمة اللي بقولها أنا يريد يفتحون مجمع ثقافي طول السنة، بس مو بس في مهرجان قصر الحصن، وأن هالفعاليات دوم نشوفها، ما تكون بس 11 يوم، يطولوا في المدة بعد زيادة إن شاء الله بإذن الله. نحن نتمنى من المسؤولين فتح هذه الأجواء الاحتفالية وهذا الصرح العظيم اللي كل مواطن إماراتي يفتخر به، أسسوه يدودنا الله يرحمهم، وأسس الشيخ زايد الله يرحمه المجمع الثقافي اللي متواجد فيه الأرشيف الوطني والعديد من الأشياء اللي تذكرنا بالماضي، الماضي العريق. طبعاً نحن متواصلين معاكم مشاهدينا، ونشكر ضيفتنا عبير الجنيبي، وأكيد لنا عودة، خلوكم معنا. مستمرين في تغطيتنا هذه، وعندي هنا احد الاطفال. شو اسمك؟ سالم المير. والله والنعم يا سالم، تعال خلينا نمشي وياك، بنروح مكان عند واحد هنا من الربع. تعرفه منو؟ من؟ ما تعرفه، بعد شوي بنعرفك عليه. زين؟ بس تبى تشوفنا برا، اوكي؟ اوكي. يلا. يلا روح. خلاص امور طيبة. انا وصلت مكاني هنا عند ابو حميد. تعال خذ المايك. هلا والله. هلومك، شو الاخبار؟ مساك طيب؟ تفضل. الله يسلمك. مشاهدينا متواصلين مع ضيف جديد في حلقتنا، عيسى الكعبي، احد زوار هذا المهرجان. هو اول مره يزوره وما زاره الا اخر يوم، هو ما كان متواجد ابدا. فعلا ابدا، ولا سوى لقاءات معي، ولا سويت لقاءات. لا حتى لو صاحب ابو حميد اليوم شوي الجوي مو بشرات دوم يعني. لو تشوفني شوي مبايد صراحه، لان هذا اخر يوم يعني، واليوم الختامي. بما أنا شوي يعني لو نقول في خاطرنا لو يتمدد الموضوع. نعم. فعلا صراحة، لأن أجواء جدا طيبة بما أنا. أكيد. طبعا مشاهدينا نحن نشكر عيسى الكعبي على تواجده في أرجاء المهرجان والأجواء اللي خلقها بأمانة مع الأطفال ومع الزوار وأيضا المواطنين، اللي بأمانة يعني لهم هذا الصرح العظيم. كل فخر، بيض الله وجهك والله، يعطيك الصحه والعافيه لنقل هذه الاجواء. وجهك ابيض بامانه، وبالعكس هذا اقل واجب نحن نسويه تجاه هاي الدوله، اللي نحن كل ما سوينا شيء نحس انه
مقدمين شيء قليل بامانه تجاهها. نعم. وان نحن نلم الشباب ونلم الاسر ونلم الاطفال، هذا اساس نبين للاخوه المشاهدين طبعا عبر قناه بينونه ان فعلا الناس هني متواجدين ومستانسين، ومستانسين على الامور اللي قاعده تحصل واللي قاعدين يشوفونها بشكل عام يعني. نعم. عيسى طبعا عيسى صار عندي مثل الضيف، فرفش فرفش سولف عادي. خلنا نتكلمك. زين زميلي عبد الله، انا بسالك امر، انت دائما كنت بعد متواجد في هذا المهرجان، يعطيك الصحه والعافيه، وطبعا جيت من السويحان وجيت هني ما شاء الله عليك على طول. حدثني انت كونك متواجد في هذا المهرجان، شو الامور اللي شفتها مختلفه عن المهرجان هاي وصلنا لك انت بتخبر؟ لا لا، ثلاث سنين بس. ثلاث سنين ما شاء الله عليك، ولكن اكيد لاحظت في امور كثيره يعني اختلفت. اول شو سنه اللي تشوفها دائما؟ اول سنه انا اغطي عيسى في مهرجان قصر الحصن، وكنت ازوره دائما في السنين اللي مضت، لكن السنه بامانه قصر الحصن مثل ما تشوف عيسى زوار من صحيح. كل مكان ولله الحمد، يدل على نجاح هذا المهرجان وتطلع الناس أكثر وأكثر عن تراثنا، تراث الآباء والأجداد، المجهود الكبير اللي تبذله حكومتنا الرشيدة في إبراز هذا التاريخ فعلا. وهذا الصرح العظيم، والمجمع الثقافي متواجد، ونحن نشكر أمانة اللجنة المنظمة لمهرجان قصر الحصن على الجهود الجبارة اللي يبذلونها في مهرجان قصر الحصن فعلا. أنا شدتني بأمانة ترتيب السنة، أربع بيئات البحرية البرية وأيضا تواجد الواحات والجزر. تنوع هذه البيئات المتواجدة عندنا في الإمارات يعكس مدى ارتباطنا بهذا التاريخ، تاريخ الآباء والأجداد. بأمانة مجهود كبير يبذلونه شيوخنا في مهرجان قصر الحصن. عيسى أنا بأمانة كنت أتمنى أن المهرجان يطول أكثر وأكثر. صحيح. أنا أوجه تحية للشباب المتواجدين هناك، سلطان العامري وأيضا أحمد المزروعي المرار عفواً على تواجدهم في مهرجان قصر الحصن، وهذا الجيل اليوم اللي يبذلون مجهود صحيح. لإبراز هذا التراث للجيل الجاي بأمانة جهود ويثبتون جبارة، ويثبتون فعلا أن الهوية الإماراتية موجودة مش من 43 سنة، موجودة من زمان 200 وأكثر، 250 سنة تقريبا. نعم. وأنا كنت بأمانة كل ما أتجول أبو حميد أسأل سؤال، شو رأيك في المهرجان؟ فكان الكل يكلمني يعني ويقول لي رأيه في المهرجان، واللي مستانس كثير منه أن وجود الأطفال وجود الأجانب اليوم في هذا المكان، معناته إذا تواجدوا الأجانب خذوا فكرة أن فعلا الإمارات بشكل عام عندهم عادات وتقاليد وعندهم تراث محافظين عليه، وتاريخ عريق. فعلا تاريخ عريق. والشيء الثاني من الأطفال دائما يعني نحن نشكر نشكر الأسر اللي تكون متواجدة ويا أطفالها وتعلم يهالهم الأمور اللي تحصل في قصر الحصن، لأن شيء فعلا يحببهم بهذا الموروث ويشجعهم فعلا أنهم هم مستقبلا يعني يكونون القادة على هذه المواضيع، أنهم هم يمسكون الأمور هذه وأنهم هم يحافظون عليها بأمانة. نعم. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا لليوم الاخير. تباختم وياك ابو حميد ولا؟ نعم اكيد، ما تروح ممنوع تروح. لاني بروح انا وانت، انت عندك خلفيه في اجواء مهرجان الحصن، بروح انا وانت بعد شوي بس ترياني اليوم ما اختم. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا لاخر يوم في مهرجان قصر الحصن، نشكر كل من تواجد في مهرجان قصر الحصن، وباقي لحظات اخيره، ساعات قليله لتواجدكم في مهرجان قصر الحصن للموسم الثالث. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، نشكر كل من بذل مجهود في قناة بينونة وكل الوسائل الإعلامية اللي تواجدت في مهرجان قصر الحصن. أشكر زميلي عيسى الكعبي، أشكر فهد القبلان، أشكر مخرجنا مينا براءة، نشكر زينة صفوان العبد الروحي لهذا الفريق فعلا. نشكر مدير عام قناة بينونة محمد الأحمد على مجهودة. الفوز المجهود اللي يبذله دائما في هذا. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ان شاء الله نشوفكم في مهرجانات، وما زالت الامارات ان شاء الله عامره بالمهرجانات والافراح والمسرات في ظل رب العالمين وظل حكومتنا الرشيده. نشوفكم على خير والى اللقاء.